نحن كمجلس قمنا بالتنسيق مع شركة عن طريق الحكومة التركية، شركة خاصة، وبدأنا بالأمر من أكثر من شهرين، وقعنا عقد. الشركة هي عبارة عن محطة كهرباء تعمل على الديزل أو على الغاز، لسه ما تبين معنا هذا الأمر، رح يكون موجودة في مكان القديم اللي هو أساسا محطة كهرباء جنب البيزار، استطاعتها من 30 لل 35 ميجا حاليا لمدينة عزاز فقط. اشتراك الكهرباء في كلس وفي تركيا 770 ليرة تركي. فنحن كتير تحاورنا مع الشركة للأمر هذا، نزلنا لها 400 ليرة تركي. راح يتم الدفع عن طريق كارت هو بحطه بالساعة الإلكترونية بالكهرباء، بعبيه بي تي تي، أقل شيء بعبيه بخمسين تركي. استعجل روح. موضوع الكهرباء نحن معه ومشروع حضاري الله يبارك فيه، بس مثل نحن قادرين مشتركين سابقا، والساعات عنا موجودة، يعني الساعات أنا برأيي يستبدلون ياخذوها مننا ساعات الكهرباء ويعطونا غيرهم، بس اللي يشترك جديد اللي ما مشترك سابقا طاول ياخذوا منه اشتراك جديد. بجولة في حول المراكز والنظر إلى الشبكات واختيار الشبكات وتركيب المصباحات، يوجد مشاكل كثيرة، وقريبا إن شاء الله سوف تقوم الشركة بتجهيزات سريعة جدا من أجل المواطنين. خير بالنسبة لمشروع الكهرباء هو مشروع إيجابي قولا واحدا، يعني هو خطوة على الطريق، يعني قد ما كانت الأمبيرات بتوفر علينا فهي مشروع الكهرباء بتوفر علينا أكثر. اليوم الأمبيرات عم تجينا باليوم 7-8 ساعات، عم ندفع نحن، أنا أخذ 3 أمبيرات عم بدفع بالشهر بحدود ال 14,000، بينما بكره أنا هون حسب ما شرحوا لنا عن موضوع الكهرباء أنا رح تجيني كهرباء 24 ساعة بقيمة 12,000 أو 13,000 رسولي.